بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله في كتابه توضيح الأحكام من بلوغ المرام، كتاب الصيام، باب صوم التطوع وما نهي عن صومه، الحديث 65 بعد 500، عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عرفة فقال: يكفر السنة الماضية والباقية. وسئل عن صوم يوم عاشوراء فقال: يكفر السنة الماضية. وسئل عن صوم يوم الاثنين فقال: ذلك يوم ولدت فيه وبعثت فيه وأنزل علي فيه. رواه مسلم. جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع. ولذا استحب جمهور العلماء ومنهم الإمام الشافعي والإمام أحمد الجمع بالصيام بين التاسع والعاشر. قول المؤلف رحمه الله تعالى الرقم 6 من الفوائد التي تؤخذ من هذا الحديث الصحيح أن بعض العلماء رحمه الله قال: استحب أن يصوم المرء التاسع مع العاشر، لقوله صلى الله عليه وسلم لما قيل له إن اليهود تعظم هذا اليوم، ألا نخالفهم؟ قال: بلى، نخالفهم في غير هذا اليوم ونصومه معه، لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، أي مع العاشر. فالعاشر صامه رسول الله صلى الله عليه وسلم شكرا لله، حيث نجى موسى ومن معه وأهلك فرعون وأعوانه في البحر، فصامه موسى شكرا لله، ونحن نصومه شكرا لله ومتابعة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فيستحب للمرء ألا يفرد صيام عاشورا وحده، وإنما يصوم معه التاسع، لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع. نعم. ظاهر الحديث أن صوم يوم عرفة يكفر الصغائر والكبائر من الذنوب، وبه قال بعض العلماء، والجمهور على أنه لا يكفر الكبائر، وقالوا إن صوم يوم عرفة ليس أفضل من الصلوات الخمس. وقد جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما ما لم تغش الكبائر. فالحديث في قوله صلى الله عليه وسلم وإن أحتسب أن يكون صيام يوم عرفة يكفر السنة الماضية والسنة الباقية، ما المراد بتكفير هذه الذنوب؟ أهو كل ذنب غشيه العبد، أم الصغائر فقط، أم الكبائر فقط؟ قال بعض العلماء: كل ذنب فعله العبد فإنه يكفر بصوم يوم عرفة. قالوا هذا، فرد عليهم الجمهور، قالوا: صوم يوم عرفة
ليس بأفضل من الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة، وقد نص صلى الله عليه وسلم على أن الصلوات الخمس يكفرن الصغائر دون الكبائر، أما الكبائر فلا تكفر إلا بماذا؟ بالتوبة منها، من تاب تاب الله عليه، ومن لم يتم منها فهو عرضة للعذاب وعرضة للعفو. فأهل السنة والجماعة لا يتوعدون بالعقاب كل أحد، وإنما يقولون هذا داخل تحت المشيئة. معنى قولهم داخل تحت المشيئة أي هو تابع لمشيئة الله جل وعلا. إن شاء الله جل وعلا غفر لعبد هذا الكبائر والصغائر، وإن شاء لم يغفر له الكبائر فله ويعذبه في الدار الآخرة، ثم مآله إلى الجنة. فالجمهور على أن التكفير هذا يكفر السنة الماضية والباقية، يعني دون الكبائر، أما الكبائر فالجمهور على أنها لا تكفر. إذا مات عليها العبد فإنه يكون داخل تحت المشيئة، أما التائب من الذنب فكمن لا ذنب له. إذا تاب من الزنا، تاب من السرقة، تاب من شرب الخمر، تاب من الكبائر، تاب من الغيبة، تاب من النميمة، تاب من الكبائر كلها، فإن الله جل وعلا يكفرها بالتوبة منها. أما من مات مصر على الكبيرة كالزنا أو السرقة أو شرب الخمر، فهذا نقول عنه داخل تحت المشيئة، إن شاء الله جل وعلا غفر له، وإن شاء عذبه. ولا نجزم بأنه يعذب، ولا نجزم بأنه مغفور له، بخلاف الصغائر فإننا نجزم أن الله غفرها لعبده بهذه الأمور التي ذكرت في الحديث. وأهل السنة والجماعة يفرقون بين الكبائر والصغائر، يفرقون بين الكبائر والصغائر. الصغائر تكفر بالأعمال الصالحة، إذا عمل الواحد صغيرة من الصغائر ذنبا وصلى فإنه يرجع لأهله مغفورا له. إذا عمل سيئة صغيرة فإن الله يغفرها، أما إذا عمل سيئة كبيرة فهذا نقول عنه إن تاب من هذه الكبيرة فالله يغفرها، إن الله يغفر الذنوب جميعا بالتوبة. لكن إذا لم يتب، تاب مات وهو مصر على هذه الكبيرة، نقول إنه من أهل النار؟ لا، حاشا لله. لا نأخذ مذهب الخوارج الذين يتوعدون بالعذاب، ونقول وهل نقول إنه مغفور له قطعا لأنه مسلم يشهد أن لا إله إلا الله؟ نقول لا، لا ندري، فيز بين هذا وهذا. فقد يغفر الله جل وعلا لمقترف الكبيرة لأن له أعمال صالحة كثيرة، فتتحمل أعماله الصالحة هذه الكبيرة. وأحياناً لا يغفرها الله جل وعلا للعبد لأن أعماله يارى تسدد، كل واحدة تسدد نفسه ولا فيها زود، ما دام ما فيها زيادة فهذا قد يعذب. ثم هل يخلد في النار؟ لا. قد يخلد في النار؟ لا، ما يخلد. صاحب التوحيد الذي يوحد الله وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لكن على العبد المسلم أن يحذر النار، لأن النار لا يتساهل بها. لو توعده الله جل وعلا بدخول بالنار سنة أو سنتين أو ثلاث أو أربع أو عشر أو مائة سنة أو ألف سنة ما يتهاون بهذا،
لأنها مهلكة وشديدة، فعلى العبد أن يحذر أسباب دخوله النار، ودخوله ووقوعه في الكبائر سبب لدخوله النار والعياذ بالله. وظاهر الحديث أن صوم يوم عرفة يكفر الصغائر والكبائر من الذنوب، لكن إذا رجعنا للأحاديث الأخرى، الصلوات الخمس المحافظة عليها أفضل من صيام يوم عرفة، وصيام رمضان أفضل من صيام يوم عرفة، لأن صيام رمضان واجب ركن، وصيام يوم عرفة مستحب. قد جاء في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما ما لم تغش الكبائر. الكبائر لا تكفر بالصلوات الخمس ولا تكفر بالجمعة، وإنما يكفرها الله جل وعلا بالتوبة منها. نعم. وقال النووي: المراد بالذنوب التي يكفرها الصيام هي الصغائر، فإن لم يوجد صغائر رجى أن يخفف من الكبائر، فإن لم تكن رفعت له درجات. هذا كلام الإمام النووي رحمه الله، شارح صحيح مسلم، صاحب المجموع، مؤلف كبير من أئمة الشافعية رحمه الله، إمام من أئمة الشافعية. يقول: قوله صلى الله عليه وسلم يكفر الكبائر، المراد بالذنوب التي يكفرها الصغائر، هي التي يكفرها يوم عرفة والأيام الأخرى الفاضلة. فإن لم يكن له صغائر ماذا يستفيد من صيام عرفة؟ يقول: لعله يخفف عنه من إثم الكبيرة. إن لم يكن له كبيرة ولا صغيرة منزه، مش يستفيد من صيام يوم عرفة؟ يرفع الله جل وعلا له درجته في الجنة، لا يضيع العمل عند الله جل وعلا. قد يقول قائل: افرض أني ما عندي صغيرة ولله الحمد ولا وقعت في كبيرة، ماذا أستفيد من صيام يوم عرفة؟ ما في كبائر ولا صغائر لله الحمد. نقول: نعم، ما في كبائر ولا صغائر يرفع درجتك ربك بها بصيام عرفة يوم عرفة، ما يضيع عند الله شيء. نعم. قال إمام الحرمين، الإمام الحرمين هو الجويني رحمه الله، الإمام الحرمين الجويني، والجويني رحمه الله عليه شيء من المآخذ، لكن ما تهدر كرامته وعلمه وفقهه رحمه الله لأجل ما حصل منه من الأخطاء. عنده أخطاء بالصفات، مأخوذ عليه أخطاء بالصفات رحمه الله، ولذا نقول كل يؤخذ من قوله ويترك. بعض العلماء رحمهم الله منزه عن التأويل والتحريف والتشبيه، وبعيد عن الخطأ كل البعد، وبعض العلماء يقع في شيء من الخطأ، لكن هل نهدر كرامته وعلمه وفقهه وتعليمه للناس ومؤلفاته؟ لا، لا يسوق لنا، بل نترحم عليه ونقول: لعل الله أن يتجاوز عنه ما وقع فيه من الأخطأ. إمام الحرمين كل يؤخذ من قوله ويترك، حتى وإن كان إمام وصلى في الحرمين. وهذا الإمام رحمه الله صلى إماما في مكة، ثم انتقل بعدها وصلى إماما في المدينة، فسمي إمام الحرمين، وهو الجويني رحمه الله. نعم. قال إمام الحرمين رحمه الله: وكل ما يرد في الأخبار من تكفير الذنوب فهي عندي محمول على الصغائر دون الموبقات. دون الموبقات، أما الموبقات فلا تكفر بالأعمال الصالحة
وإنما يكفرها الله بماذا؟ بالتوبة منها. ومن لم يتم منها يرد بها على ربه جل وعلا وهو أرحم بعباده من الوالدة بولدها. قال النووي: وقد ثبت ما يؤيده، فمن ذلك حديث عثمان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت له كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم تؤت كبيرة، وذلك الدهر كله. رواه مسلم. هذا الإمام النووي رحمه الله يقول هذا كلام الجويني، كلام إمام الحرمين صحيح، ويؤيده ماذا من الأحاديث؟ يؤيده حديث عثمان ذا رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها وسجودها إلا كانت كفارة له لما بينها وبين التي قبلها ما لم تؤت كبيرة. فإن الله جل وعلا وعد عباده المؤمنين أنه يكفر ذنوبهم ما لم تؤت الكبائر، ما لم تؤت، هذا الشاهد عندنا، ما لم تؤت الكبائر، أن المرء إذا وقع في كبيرة من الكبائر فأمره إلى الله جل وعلا، ما نحرمه التوبة ولا نقول لا عليه لا بأس عليه، لا، نقول أمره إلى الله، ما نعترض على الله جل وعلا في مشيئته وإرادته وغفرانه الذنوب، فهو جل وعلا يغفر إذا شاء ويعذب إذا شاء. وقد يقترف الذنب أكثر من واحد، اثنين ثلاثة أربعة، هذا يشركون فيه، واحد يغفر الله له والآخر لا يغفر له. لما نقول هذا الأول الذي غفر الله له يستحق الغفران لأن له أعمال صالحة جليلة كثيرة، فتحملت أعماله الصالحة هذه الغفران، والآخر قد لا يرى الله جل وعلا المغفرة له فيعذبه بهذا الذنب عذابا على قدره، ولا يظلم ربك أحدا، مع أنه يتجاوز عن كثير من الذنوب ومآله إلى الله، فإن شاء غفر كل الذنوب وإن شاء غفر بعضا دون بعض. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر. رواه مسلم. من الحديث السابق، حديث السابق في الوضوء والصلاة، وهذا في الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة، وفي أحاديث صيام رمضان وهكذا. قال شيخ الإسلام: رقم سبعة. قال شيخ الإسلام: أيام ذي الحجة أفضل من أيام العشر من رمضان، وليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل من ليالي عشر ذي الحجة. جاء اختلاف العلماء رحمهم الله أيهما أفضل، العشر الأواخر من رمضان أم العشر الأول من ذي الحجة، لأن كل واحد ورد فيه أحاديث خاصة. أيام العشر الأواخر من رمضان ورد فضلها عظيم، أيام العشر الأول من ذي الحجة ورد في فضلها أحاديث كثيرة، فأيها نقدم؟ فجمع بين القولين رحمه الله شيخ الإسلام ابن تيمية وقال: في أيام عشر ذي الحجة الأيام أفضل، لأن قوله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام من العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام، قالوا يعني يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله، قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء.
فهذا صريح في فضل أيام عشر ذي الحجة. وجاء أنها تتحرى ليلة القدر متى؟ في ليالي العشر الأواخر من رمضان. فأيها نقدم؟ قال رحمه الله: في الأيام، نقول أيام عشر ذي الحجة أفضل، الأيام أيام عشر ذي الحجة أفضل من أيام العشر الأواخر من رمضان، والليالي ليالي عشر الأواخر من رمضان أفضل من أيام الليالي عشر ذي الحجة. فالليالي في رمضان أفضل، لما؟ لأن فيها ليلة القدر، وليلة القدر جاء في فضلها القرآن الكريم: ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. أما ليالي عشر ذي الحجة فلم يرد فيها فضل، وإنما ورد في الأيام، في أيام عشر ذي الحجة ما من أيام العمل الصالح. فوفق بين القولين رحمه الله، لأن العلماء رحمة الله عليهم اختلفوا أيها أفضل، بعضهم قالوا أيام عشر ذي الحجة أفضل، وبعضهم قال أيام العشر الأواخر من رمضان. يقول: لا نفرق بين اليوم والليلة، فالليلة الليالي عشر رمضان أفضل لوجود ليلة القدر فيها، وأما أيام عشر ذي الحجة فهي أفضل لأنه جاء فيها الحديث الصحيح. نعم. قال ابن القيم: ذلك أنه ليس من أيام العمل أحب إلى الله من أيام عشر ذي الحجة، وأما ليالي عشر رمضان ففيها ليلة القدر وهي خير من ألف شهر. الثامن. الثامن: ويدل الحديث على استحباب صوم الاثنين من كل أسبوع، ذلك أن هذا اليوم المبارك امتن الله فيه على المسلمين بثلاث منن عظام، هي النعمة، هي ولادة النبي، هي ولادة النبي صلى الله عليه وسلم، وبعثته صلى الله عليه وسلم رسولا بشيرا ونذيرا إلى هذه الأمة، والنعمة الثالثة إنزال القرآن الكريم في هذا اليوم. ولا شك أن هذه نعم عظام وآلاء جسام خص الله تعالى بهن يوم الاثنين، فصار كأنه يوم فرح وسرور، ويستحق منا الله تعالى الشكر عليها، وشكر الله هو القيام بعبادته. يقول رحمه الله: مما دل عليه هذا الحديث الاستحباب صيام يوم الاثنين، فسئل صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: هو يوم ولدت فيه وبعثت فيه أو أنزل علي القرآن فيه، فهل نقيس على هذا كل شيء؟ نقول: أي يوم أنت يا ابن آدم ولدت فيه يجب عليك أن تعظمه؟ يقول: لا، أنت لست كالرسول، إن هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم، فولادته نعمة على هذه الأمة، لكن ما نفضل هذا اليوم على سائر الأيام إلا بما ورد. من الذي يبين لنا الفضل؟ والرسول صلى الله عليه وسلم والذي يبين لنا الفضل، فالفضل توقيفي على ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فمثلا لو قال قائل: يوم عيد الفطر يوم فاضل ونهاية رمضان، والصيام من أحب الأعمال إلى الله، فأنا بصوم يوم العيد ولا أحضر عياد الناس، يقول: صح. لا، يقول: مخطئ. لما تصوم الرسول صلى الله عليه وسلم حرم الصيام؟ تكون عصيت الرسول صلى الله عليه وسلم، فالطاعة فيما يطيع العبد فيه ربه جل وعلا في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن فالعبادات توقيفية، توقيفية. وش معنى توقيفية؟ يعني يتوقف على ما جاء
في هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم المعصوم. يقول قائل مثلا يوم الاثنين يوم فاضل ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم، أنا ألزم نفسي بالاغتسال كل يوم اثنين. يقول هل ألزمك النبي صلى الله عليه وسلم بذلك؟ هل ورد الحديث بهذا؟ لا يا أخي، ما يجوز لك أن تلزم نفسك بشيء لم يلزم. فالعبادات توقيفية، يجب علينا أن نتوقف على قدر الوارد من النبي صلى الله عليه وسلم. يقول مثلا يوم الاثنين يوم فاضل أنا ما أصوم فيه، لكن بجعل عيد للناس، أزم الجيران كلهم يوم الاثنين لأنه يوم فاضل. يقول لا يا أخي، هذا شرعت في عبادتك دينا لم يسمع عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما يجوز لك. أنا ببذل فيه صدقة في يوم الاثنين. نقول لا يا أخي، توقف على ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالعبادات توقيفية، نتوقف على ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. لو قال كل يوم اثنين أنا بسوي عيد لعموم المسلمين، نقول لا يا أخي، ما يجوز لك ذلك. يوم الاثنين ورد صيامه، صيامه لماذا؟ شكرا لله على هذه النعم التي حصلت، نعمة عظيمة ولادة هذا الرسول الكريم في هذا اليوم، فنحن نحييه بالصيام، نتعبد ربنا شكرا له على نعمته، حيث أنعم علينا ببعثته وأنعم علينا بولادته صلى الله عليه وسلم. فولادة النبي صلى الله عليه وسلم نعمة، وبعثته نعمة، وإنزال القرآن فيه نعمة. كل هذه النعم نجمعها بشكر لله جل وعلا في صيام يوم الاثنين. ثلاث منن عظام، منن منة يعني نعمة، ثلاث نعم عظام. ولادة النبي صلى الله عليه وسلم في يوم هذا اليوم نعمة، بعثته نعمة، إنزال القرآن فيه نعمة. هذه كلها اجتمعت في يوم الاثنين، فيحسن بنا أن نشكر الله جل وعلا على هذه النعم بأن نتقرب إليه بالصيام. لو أمرنا صلى الله عليه وسلم بالفطر في هذه النعمة أطعناه، وقلنا يحرم الصيام يوم الاثنين لأنه يوم عيد. لا، هذا عبادتنا توقيفية. لا، إذا قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم صوموا هذا اليوم نعمة، نشكر الله جل وعلا فنصوم. قال لنا أفطروا هذا اليوم لأنه يوم عيد أفطرنا. فنحن مأمورون بالشرع، متعبدون لله جل وعلا بما شرعه لنا في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا يسوغ لأي أحد أن يجعل يوم ولادته نعمة. لا، لقال أنا ولدت يوم الثلاثاء، أجعل عيدي يوم الثلاثاء. نقول لا يا أخي، أنت لست كالرسول، أنت قد تكون شر ولادتك، تدعو إلى البدعة، قد تكون مصيبة ولادتك، فأنت لست كالرسول. وإنما الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي أنعم الله به على هذه الأمة. التاسع، كما جاء الفضل بصوم يوم الخميس من كل أسبوع، فقد روى الإمام أحمد والترمذي وابن ماجة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعرض الأعمال كل اثنين وخميس، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. تعرض الأعمال على الله في رواية، تعرض الأعمال على الله يوم الاثنين ويوم الخميس. فالنبي صلى الله عليه وسلم فضل صيام يوم الخميس على يوم الأربعاء والثلاثاء وغيره من الأيام. لما؟ قال لأنها تعرض الأعمال، فإذا عرض عملي وأنا صائم يكون أحب إلي من أن يعرض علي وأنا آكل وأشرب. فهو عليه الصلاة والسلام يحب أن يعرض عمله بحال صيامه،
فهذا دليل على استحباب صيام يوم الخميس. نعم. العاشر: لا دليل في الحديث على مشروعية إقامة الموالد، فإن العبادات توقيفية ولا تكون إلا من الشارع، والشارع عين العبادة التي تؤتى، والشارع عين العبادة التي تؤتى في يوم الاثنين، وهي فضيلة صيامه، فنقتصر على الوارد ولا نتعداه. نقتصر على الواجب ولا نتعداه. لو واحد قال: أنا أريد أن أصلي صلاة الضحى يوم الاثنين من تطلع الشمس وترتفع قدر الرمح إلى أن يؤذن الظهر، أصلي وأسلم بس، ما لي شغلة إلا الصلاة والسلام. يقول: لا يا أخي، ابتدعت في دين الله ما ليس منه. قال: هذا عبادة مأمور بها. قال: ما أمرت بهذا العبادة في هذا اليوم، ما أمرت بهذه العبادة في هذا اليوم، أنت عليك أن تتقيد بما جاء الأمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالعبادات توقيف، ما جاء الصيام، ما جاء الأمر بالتهجد أو القيام الليل أو كذا أو كذا، ميزها الله جل وعلا، ما أمرنا شيء بشيء في يوم الاثنين إلا في الصيام في اليوم بالنهار، وما عدا هذا لم يرد إلا إذا جاءنا شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم فعلى العين والرأس. العبادات توقيفية، نتوقف على ما جاءنا في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. لو قال قائل: أنا أصلي الراتبة 4 قبل الظهر فقط، 4 ركعات قبل الظهر، أريد أن أصلي يوم الاثنين خاصة 6 قبل الظهر، نقول: هذا شرع من عندك لنفسك، لا يجوز لك أن تتقيد به. أنت لا بأس أن تصلي ما شئت في أي يوم من الأيام، لكن كونك تخصص هذا اليوم بزيادة صلاة لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجوز لنا أن نأخذ بذلك. فعلينا أيها الإخوة أن نتقيد بهذه العبارة: العبادات توقيفية، نتوقف في كل عبادة على ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. الحادي عشر: معنى عرض الأعمال والله أعلم إظهارها والإخبار عنها وجزاؤها عند الله تعالى، فالأفضل أن يعرض عمله في يوم هو صائم فيه ليظهر تجمله في هذا اليوم، فكل مناسبة لها زينتها ومظهرها اللائق بها. قل: معنى العرض على الله، الله جل وعلا ما يخفى عليه لا صغيرة ولا كبيرة، سواء عرضت أو لم تعرض، فهو يلتمس المؤلف رحمه الله. ما المراد بهذا العرض؟ قال: لعله رحمه الله، هذا احتياط. عرض الأعمال والله أعلم إظهارها، يقول: لعله إظهارها وبيان ثوابها ونحو ذلك، فأنا أحب أن يعرض عملي وأنا صائم. وهكذا ينبغي الاقتصار على ما جاء في الكتاب والسنة، هذا والله أعلم. وصلى الله وسلم على وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. غدا في كذلك التوضيح، هذا توضيح الأحكام إن شاء الله، حتى ننهي باب الصيام يوم الاثنين والأحد والثلاثة، نجعله في كتاب توضيح الأحكام بلوغ المرام في كتاب الصيام حتى ننهي الصيام. يقول السائل: ذهبنا إلى الطائف لحاجة ما، عند العودة هل يمكن الاتيان بعمرة؟ نعم يا أخي، ما في بأس، إذا قصدت مكة وإن كنت حديث عهد بعمرة، فيحسن أن تدخل مكة بعمرة
ولا بأس بهذا، لأن العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، فيحسن أن تعتمر لا بأس بهذا، بخلاف ما لو خرجت أنت لأجل العمرة فنقول لا ينبغي لك ذلك. الحج هل يكفر الكبائر؟ نعم يا أخي، الحج يكفر الكبائر إن شاء الله، لأن الحج يختلف، والحج فيه رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، ما بقي شيء، اللي ولد توه الآن عليه كبائر؟ ما عليه شيء، فهذا نص في الموضوع، فما ينبغي أن يدخل في الخلاف. هذا قال ما لم تغش الكبائر، إذا سلم من الكبائر كفر الله كل الصغائر بأعماله الصالحة، وإذا وقع في كبيرة فالأمر إلى الله جل وعلا. أما الحج لكونه نفقة مالية وبدنية وكلفة وسفر فشأنه عظيم، فهو سماه النبي صلى الله عليه وسلم جهاد، وقال يرجع من ذنوبك يوم ولدته أمه، معناه ما بقي عليه كبيرة ولا صغيرة. يقول السائل هل الصلاة في مكة كلها مضاعفة أم في الحرم فقط؟ هذا محل خلاف بين العلماء رحمه الله، ولعل الصحيح إن شاء الله كما يرجح بعض مشايخنا بأن مكة كلها حرم إلى حد أميال الحرم، لأنه قيل في الفضل ما كان صلاة جوف الكعبة، قال المضاعف بعض العلماء ما كان داخل جوف الكعبة، فإذا نزل الدرج عن الكعبة صلاة عادية، وهذا قول ضعيف. الثاني أن الصلاة المضاعفة ما كانت داخل المسجد الحرام مهما امتد. الثالث أن الصلاة المضاعفة ما كانت داخل بنيان مكة. الرابع أن الصلاة المضاعفة ما كانت داخل أميال الحرم، يعني تكون عرفة حرم ولا لا؟ لا، عرفة ليست بحرام، مزدلفة حرم، منى حرم. نعم، فالإقبال في المسألة أربعة، وضعل الأولى والأكدر بكرم الله وجوده أن تأخذ بالقول الرابع أن كل ما كان داخل الحرم فإنه مضاعف، لأن الملاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان سكن عندما حصل صلح الحديبية خارج أميال الحرم، فكان إذا حضرت الصلاة دخل لأميال الحرم. وش يقصد من هذا؟ يريد مضاعفة الصلاة. يقول السائل عندنا في الهند اختلف العلماء في صوم يوم عرفة اختلافا شديدا، منهم من قال اعتبارا بيوم عرفة، ومنهم من قال باعتبار التاسع من ذي الحجة، فما هو الراجح عند فضيلتكم؟ الظاهر والله أعلم أن المراد بيوم عرفة يوم وقوف الناس بعرفة، سواء كان يصادف التاسع من ذي الحجة في الهند والشام وغيره، أو يصادف العاشر، أو يصادف أي يوم من أيام، ما لم يكن العاشر فيكون في مخالفة، لأنه إذا صام يوم العاشر من ذي الحجة على نية أنه عرفة هو يوم عرفة ما يجوز له ذلك، لأن هذا مخالفة لأحوال المسلمين. لكن إذا كان في الزامن أو قبل ذلك فلعله والله أعلم يوم عرفة اليوم الذي يكون الناس وقوفا بعرفة. يقول السائل طلب مني أخ أن أشتري سيارات نقدا، وهو يشتريها مني أجلا ثم يبيعها نقدا لكي يحصل على المال النقد، فهل هذا النوع من التجارة جائز؟ هذا محل خلاف رحمه الله العلماء فيه، اختلفوا، لأن هذا يسمى التورق، البيع والشراء بدون يريد،
الشروة هذه ما يريد السيارة، وإنما يريد يبيعها ليأخذ دراهم يتصرف فيها. هذا منع منه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وجمع من العلماء، قالوا هذا وسيلة إلى الربا، وسيلة ليس صريح. وبعضهم يلحق هذا بأن هذا خداع مع الله، يقول لو راب علنا ربما يكون أخف من أن يتحيل على ربه جل وعلا. وبعضهم يقول لا بأس بهذا لأن صورة هذا البيع صحيحة، وعلينا أن نعلم أن إذا كان هذا قصده فالله جل وعلا يعلم الغيب ويعلم كل شيء، بخلاف ما إذا شرى الشرعة وباعها وهو لا يريد بيعها لكن احتاج وباعها، فلعل هذا معفو عنه إن شاء الله. يقول السائل: ذهبت إلى المطار للسفر إلى جدة، وقصرت الصلاة في المطار قبل السفر، هل علي شيء؟ هذا لا يخلو إن كان المطار داخل البلد، فلا يسوغ لك أن تجمع ولا تقصر ما دمت بالمطار لأنك ما غادرت البلد. وأما إذا كان المطار خارج البلد فلا بأس بذلك لأنك غادرت مكان إقامتك. واضح؟ إذا غادرت مكان إقامتك حتى لو رجعت ما عليك، جمعك وقصرك في محله. لو تواعدتم مثلا بين جدة ومكة واجتمعتم هناك ثم أردتم الصلاة نقول لكم حق القصر والجمع لأنكم سافرتم، بعد الصلاة تشاورتم ورجعتم قلون خلي سافرنا يوم باسر أو عقبه أو بعد يومين ورجعتم، ما عليكم، صلاتكم صحيحة لأنكم حينما جمعتم وقصرتم قد شرعتم في السفر، والرجوع لا يؤثر على سفركم. يقول السائل: هل الغيبة والنميمة والكذب من الكبائر أم من الصغائر؟ الكبائر والصغائر كثيرة، ومن الصغائر يأتي أحيانا الكذب البسيط، ومن الكبائر الكذب الكبير، فاختلف العلماء رحمهم الله في الصغيرة والكبيرة، ما الحد بين الفاصل بينهما؟ قالوا ما توعد الله عليه بنار أو عذاب أو لعنة أو نحو ذلك فهو كبيرة، وما لم يكن كذلك فهو من الصغائر. وينظر في نتيجة هذه الكذبة أو نتيجة هذه النميمة، إذا كانت الكبيرة تؤثر، إذا كانت الكذبة الواحدة تؤثر كثيرا فينبغي أن تقال عنها إنها كبيرة من الكبائر، وإذا كان تأثيرها بسيط وسهل فإنها من الصغائر. يقول السائل: قتل رجل رجلا آخر عمدا وعرض على المحكمة فحكمت عليه بالبراءة لعدم وجود الشهود، فحمل أهل القتيل السلاح فقالوا: والله لن نضع أسلحتنا حتى نقتل أي شخص من القبيلة، فوقفت أمامهم وقلت: لا، وإنما اقتلوا القاتل فقط، وفعلوا ذلك، فهل علي ذنب؟ نعم يا أخي عليك ذنب، لا يجوز لك ذلك، لأنك حددت أن القاتل هو القاتل، لأنه ما يدرى، ما دام ما ثبت شهود، ما ثبت لدى القاضي، فما يصلح أن تحكم بثبوت هذا الشيء عليه. أنت حكمت بأن القاتل هو فلان الذي يدعون عليه، والقاضي ما استطاع أن يحكم لأنه ما وجد شهود، فالشهود تبين الحكم. يقول السائل: دخلت مكة بعمرة لجدتي، وفي منتصف
وفي منتصف الطريق قبل وصول الميقات أخبرت بموت عمي فغيرت نية العمرة لعمي، فهل فعلي هذا صحيح؟ وهل أخبر أهله أني فعلت له العمرة؟ عملك هذا صحيح، أنت بالخيار ما دمت لم تدخل في النسك، ما دمت تنوي أن تعتمر عن جدتك ثم عدلت هذا وجعلته لعمك لأنه حديث عهد بالوفاة، فأردت أن تزف إلي هذه الهدية فلا بأس عليك، لكن ما يلزمك أن تخبر بهذا أحد، إن أخبرت فلا بأس فلا يضيرك، وإن لم تخبر فلا يلزم. يقول السائل: هل شم البخور وعطر العودة يفطر الصائم؟ فرق بين شم البخور والعود ودهن العود ونحوه. دهن العود والماء السائل البخور هذا الطيب هذا لا يؤثر على الصائم لأنه ما في شيء يدخل، بخلاف البخور فإنه يدخل الخياشيم ويدخل الحلق وقد يصل إلى الجوف، فلا يجوز للصائم أن يتوخر بهذا ولا بغيره. يقول السائل: هل الأم إذا قتلت ابنها عمدا لا ترثه، وإذا قتلت ابنها خطأ ترثه؟ هذا محل خلاف بين العلماء رحمهم الله. أما العمد العدوان فلا ترث، لا ترث القاتل، لكن إذا قتلته خطأ فقد ترثه وقد لا ترثه، كما يرى بعض العلماء أنها ترثه ويرى البعض الآخر أنه لا يورث القاتل، لا يرث القاتل المقتول أبدا. يقول السائل: بعضهم يحتج باحتفال المولد أنها مثل احتفالات المدارس والجامعات، كيف نرد عليهم؟ رد عليهم لأن الاحتفال بالمولد عبادة، يرون أنه عبادة ولا يجوز للمسلم أن يتقرب إلى الله بما لم يشرعه. أما احتفالات المدارس ونحو ذلك، احتفال مثلا بتأسيس هذا المبنى أو بشروع في الدراسة فيه أو نحو ذلك، هذا عادي يعتبر، ما يعتبر عبادة. إذا اعتبره عبادة منعنا منه، وإذا لم نعتبره عبادة فلا بأس بذلك. يقول السائل: ورد في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في المدينة بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر ولا مرض. قيل لابن عباس: لما صنع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك؟ قال: رحمة على الأمة. نعم، هذا صحيح ثابت، لكنه هل يقال إنه يصلح كل وقت؟ يصلح كل وقت إن الواحد يجمع؟ لا، وإنما إذا حصل مناسبة أو حصل ضرر بتفريق الصلوات أو نحو ذلك فيلتمس لهؤلاء العذر، بأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في المدينة من غير سفر ولا مطر، مع أن الألفاظ الواردة في هذا الحديث مختلفة، ما قال بغير خوف ولا سفر وقال بغير مرض ولا سفر وهكذا، فهي فيها اختلاف في ألفاظها، فنقول إذا وجد مناسبة فلعله لا بأس، وإذا لم يوجد فلا يكون. هذا، وأرجو الله جل وعلا أن يمن علي وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح والبصيرة في الدين، إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.